إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. السيدات والسادة، تنضم الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العظيم. عجلت أوقات النوى رمضان، مهلا علينا كلنا والهان. هذا الوداع متى يكون الملتقى؟ فالقلب من شوق له ظمآن. رمضان شهر الصوم ولى وانقضى، أسفا عليه جامع الأحباب. رمضان خير الشهر سار مودعا، والعيد وافى على الأبواب، والعيد قد وافى على الأبواب. بالله لا تك راحلا بذنوبنا، واصفح كما قد يقتضي الإحسان. اللهم اختم لنا رمضان بالفوز برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا بك واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنوبه وآثامه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نخرج من رمضان بذنوب غير مغفورة وأعمال غير مقبولة. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك آيسين. اللهم عمنا بفضلك، واشملنا بعفوك، واسترنا بسترك، وتجاوز عنا بكرمك. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم احفظ بلدنا مصر، واجعلها دائما في ضمانك وأمانك، واحفظ شعبها ورئيسها وقواتها المسلحة وشرطتها وقضاءها وكافة مؤسساتها. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعل خير أيامنا يوم لقياك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات فجر 29 من رمضان من عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 11 من مايو عام 2021 من الميلاد، نصافح قلوبكم بالسلام من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، وننقل لكم صلاة الفجر
عبر موجات الإذاعة المصرية، ونحن نودع شهر رمضان وقلوبنا تئن لفراقه، نودعه ونحن ما زلنا نعيش في غمرة استقباله وفرحة إطلاله، وتلك هي طبيعة الأيام. يباغتنا فيها الزمن وتطوينا الأيام حتى تنقضي أعمارنا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. لقد ارتمت الأرواح في أحضان رمضان الدافئة، وحظيت بعطفه، وأنست بقربه، وتضلعت من معينه، لكن دوام الحال من المحال. فلا بد لنا من وداع ساعات الوصال ولحظات الصفاء التي تعطرت فيها الأجواء بالذكر والتلاوات، وأترعت فيها الأرجاء بالابتهال والدعوات. نعم، لو كنا نضمن لقاءك يا رمضان مرة أخرى لهونا على أنفسنا وطيبنا خواطرنا بحلاوة اللقاء بعد مرارة الفراق، لكن الخوف أن يكون وداعنا لك وداعا لا لقاء بعده، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أيها الإخوة المؤمنون، ما زال المنادي ينادي اليوم وغدا: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، فاستدركوا ما فاتكم بالاجتهاد في هذين اليومين. فنحن لا ندري في أي أيامه ولياليه تكون النجاة وليلة القدر، فالعشر الأواخر كلها نتحرى فيها ليلة القدر. أيها الإخوة المؤمنون، نغمات القرآن الكريم الحانية تبقى دائما تداعم القلوب وتسمو بالأرواح، فالقرآن شفاء والقرآن دواء، سلم رفيع لمن ارتقاه، وعز تليد لمن تولاه. مع هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 75 من سورة الواقعة إلى الآية 15 من سورة الحديد، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إن
مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليت جحيم إن هذا لهو حق
فسبح باسم ربك العظيم باسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل
والله عليم بذات الصدور. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني مطلع الإرشاد اضرب وغرتكم الأماني
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت من الآية 75 من سورة الواقعة إلى الآية 15 من سورة الحديد، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، فجر 29 من رمضان، والذي ننقله لكم من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ها هو رمضان يمضي وقد شهدت لياليه تجليات ونفحات من رب العالمين على عباده الصائمين، وشهدت أسحاره استغفار المستغفرين، وقد عشنا وإياكم على مر لياليه في هذه الأوقات النيرات عبر موجات الإذاعة المصرية العريقة مع التلاوات والابتهالات والإذاعات لقراء الإذاعة المصرية ومبتهليها ومذيعيها ومهندسيها والمشرفين على التخطيط الديني بها في أجواء روحانية تنفرد بها الإذاعة المصرية العريقة عن سائر الإذاعات في العالم بأسره لملاه، وهي تبث من كنانة الله في أرضه مهوى أفئدة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزى الله كل المخلصين في أعمالهم خيرا من القراء والمبتهلين والزملاء المذيعين والقائمين على العمل بصفة عامة، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة المؤمنون، احرصوا على ما بقي من رمضان ولو كانت ساعة واحدة، يغفر لكم ما قد مضى من تقصير، فلعلها الفرصة الأخيرة. فكما قلنا، العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. استدركوا ما فاتكم واجبروا تقصيركم اليوم وغدا بكثرة الطاعات، واعمروا هذه الساعات بالذكر والدعاء وتلاوة الآيات، وأخرجوا الزكاة وأكثروا الصدقات، وتوبوا إلى الله مما سلف من الزلات، واعلموا أن الحسنات يذهبن السيئات، وتمسكوا بخيوط البر التي وضعتم أيديكم عليها في رمضان لتنسجوا منها لباس التقوى طوال العام، واحرصوا على ختام رمضان بالإحسان حتى يختم الله لنا بخاتمة الإحسان.
يا خير شهر نناجي فيه خالقنا وتنتشي فيه أرواح المحبين، يا رب فامنن علينا باللقاء به واغفر لنا فيه يا رحمن آمين. أيها الإخوة المؤمنون، حتى مطلع فجر 29 من رمضان نبقى مع الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ معوض الفشني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. عفوك ورضاك يا اللهم اجعلنا يا مولانا في عامنا هذا وفي شهرنا هذا وفي ليلتنا هذه من الفائزين المقبولين، يا أكرم الأكرمين يا رب. خير الوداع لشهرنا هل بعد بينك كان من سلوان، خير الوداع لشهرنا رمضان، هل بعد بينك كان من سلوان خير الوداع عليك يا شهر الهدى، لم يبق من ذنب ومن عصيان، فعلى فراقك سال دمع عيوننا، فعلى فراقك سال دمع فوق الخدود كهاطئ
الثاني فهو المفضل والمعظم قدره خير الشهور وسيد الأزمان. تضاعف البركات للإنسان ولليلة القدر المعظم قدرها فيه تدور بقدرة ليلة القدر المعظم قدرها فيه تدور بقدرة الرحمن والروح ينزل والملائك جملة والروح ينزل والملائك جملة فيه بإذن الواحد المنان من سعد لصائمه وقائمه الذي قد صامه بالعلم والإيمان سعد لصائمه وقائم الذي قد صامه بالحلم والإيمان فالصائمون القائمون تجمعوا عند الحساب سعد لصائمه سعد لصائمه وقائمه الذي قد
قد صامه بالحلم والإيمان فالصائمون القائمون تجمعوا عند الحساب بروضة الرضوان فوزا لهم إذ أدخلوا جناتهم فوزا لهم إذ أدخلوا فوزا لهم إذ أدخلوا جناتهم الوجوه بموقف الريان شهر رعاه الله ثم يعيده شهر رعاه السلام عليك يا شهر التسابيح السلام عليك يا شهر السلام عليك يا شهر الغفران لا أوحش الله منك قلوبنا فلقد أنارت فيك نورا فلقد حوت فيك الجود والإحسان بالله يا شهر الحان لا تنسانا واذكر لربك خوفنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النار. الله أكبر الله أكبر. لا إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر، فجر 29 من رمضان، مبتهلنا المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني، قدم قبله فاصلا وجانبا كبيرا من الابتهالات والأدعية التي حركت قلوبنا بذكر الله عز وجل، والتي ذكرتنا بفضائل شهر رمضان الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا مرات عديدة وأزمنة مديدة. أيها الإخوة المؤمنون، تذكروا أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين حتى نغنيهم عن السؤال في يوم العيد، يوم الجائزة. من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات.
ويجب أن ننتبه جميعا إلى بر الوالدين وصلة الأرحام وإكرام الجار وإصلاح ذات البين وإزالة ما في القلوب من حواجز البغضاء. فكلمة تهنئة واحدة بالعيد قد تزيل هذه الحواجز. ومن الأمور التي يجب أن نراعيها ونحن نشتري لأولادنا ملابس العيد في هذه الأيام أن نتذكر الطفل اليتيم الذي غيب الموت أباه، فربما لا يجد هذا الطفل من يسري عنه ويقبله ويمسح رأسه، فلنتذكر تلك الطفلة الصغيرة الفقيرة حينما ترى أمثالها يرتدين الملابس الجديدة وتريد هي كذلك أن تفرح بالعيد وترتدي ثوبا جديدا لائقا بالعيد. لا ننسى أبدا المرضى والمصابين، لا بد وأن نجعل لهم حظا من تهانينا بالعيد. ففرحة العيد ليست مقتصرة على الأصحاء بل للمرضى فيها نصيب. علينا أن نتصل بهم ونهنئهم بالعيد ونوصيهم بالاحتساب والصبر. من كان منهم مريضا بهذا الداء الذي يجتاح العالم فهم في أمس الحاجة لذلك. وتذكروا دائما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. نعم، علينا أن نعي هذه المعاني جيدا. اللهم اجعلنا يا ربنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. يا رب إن لم تكن قد أعتقتنا من النار في الليالي الماضية فأعتقنا يا رب في هذه الليلة يا رب من النار. يا مولانا يا مجيب، من دعاك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، يسر لنا فرجا قريب يا حاضرا لا يغيب. لا أوحش الله منك يا شهر الصيام، ما دام جود يديك موجودا فما مات الكرام. لا أوحش الدار السلام من ارتياحك والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب إن شاء الله قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. الآن يقام للصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم،
أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين اللهم إنا نسألك باسمك العظيم ونسألك بعرشك العظيم ونسألك بقرآنك العظيم ونسألك بنبيك العظيم ونسألك بحرمك العظيم ونسألك بحق هذا الشهر العظيم أن تغفر لنا كل ذنب عظيم فلا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرق كروبنا وتجاوز عنا وعن سيئاتنا اللهم أعتق رقابنا من النار وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وأعتق رقاب أزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا من النار وأعتق رقاب مشايخنا وأصحاب الفضل والحقوق علينا من النار
بفضلك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل الصيام والقرآن شاهدان لنا بين يديك. اللهم إنا نسألك بحق هذا الشهر العظيم أن ترفع عنا البلاء وأن ترفع عنا الوباء وأن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضاه واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم شفع فينا القرآن، وشفع فينا الصيام، وشفع فينا شهر رمضان، وشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب، والتي نقلناها لكم من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. كان معنا فيها قارئا للقرآن الكريم وإماما، قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أشرف توفيق عبد العزيز الجهيني وأحمد إمام، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي علي مسعود السهيد مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، ومن مراقبة استوديو 2 الزميل رأفت موسى، ومن مذيعي البرنامج العام الزميل أحمد بشتو، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحياتي من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى استوديوهاتنا هنا بمسبيرو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الثلاثاء 29 من رمضان من عام 1442 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للحادي عشر من شهر مايو من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،